FM. الكلمة ليك. البارح كان الموعد الأسبوع القارب ينسوغ مع برنامج أكلام الناس، وكل عادة فما لازم شوية تسريحات اللي لا علاقة لها بالواقع. والبارح حسين الجزيري القيادي في حركة النهضة يصنع الحدث تصريح مندفع للغاية. الراجل حطوله تصويرة نجلة، عرفتوها نجلة. تعمل برا ومن برا. هو راها منا التصويرة، هو تنهد وقال لهم مزيانة تبارك الله عليها، ما ناقصها شيء، وش خص كان يكثرونا منها في حركة النهضة. باش نسمعوا التصوير. أكلي من أي حد يحب ينخرط في حركة النهضة. عرفت حسين، شفت الصورة صحيح مزيانة تبارك الله عليها وما ناقصها حتى شيء، وش خص كان يكثر منها في حركة النهضة. احنا بالعكس ممنوع عليه اي حد يحب يدخل حركه النهضه. مش مصدق هذا انفتاح على الاخر. لا مش انفتاح على الاخر، وحد شيء وحاجه بانال وما فيها حد شيء. اي شخص يجي يحب يدخل حركه النهضه يؤمن بمبادئها ويحب ينتمي ليها. هاي نجله كذا مرحبا بك. المبادئ ينعكس في السلوك وفي الوعي وفي الادراك. الايمان بالمبادئ بالكلمه. شوفي راهو انا مانيش وصي على السلوك ونمشي جفوي. لا انتم حركه جفوي. لا سؤال على الهامش، يعني لو انه شخص غير مسلم يريد الانخراط في حركه النهضه تقبلون به؟ طبعا بالعكس مرحبا بيهم. مسيحي او يهودي؟ طبعا ديانة. مسيحي يهودي كذا. حركه النهضه ما معناها كما قال الدستور، ممنوع بالدستور نعملوا سيغريغاسيون. هذه هذا تغول ولا لا وحل البلاد؟ هذا تغول. شكون المثقف السويدي هذا اللي يتكلم؟ هذا حسين الجزيري. منين؟ من الحزب الديمقراطي الاشتراكي في من برا النهضة. لا نجمو نستنيو توا من حركة النهضة باش تولي من داخل. من داخل افاق هي من برا حركة النهضة، ومن داخل من داخل قطب ولا. دونك تحية لحسين الجزيري، تحية للفن، تحية لكل الديانات. نجمو نفهموا اللي حركة النهضة معناتها تحب تخلق الوفاق والمصالحة في البلاد، هذا الكل فاهمينه خاطر ديما يحكيوا فيه. أما تخيل معناها عندك أربعة نجلة في حركة النهضة، معناها هي بنتو مية وحارو فيها قبل، معناها أربعة، معناها تصور أنت محرزية العبيدي ولا يمين الزغريمة عاملة ديوم على الدليجي ولا يغني وراء نجلة كرال ولا نجم تكون لو الكليب هذاك اللولبي. البارح حسين الجزيري كان حاضر حركة النهضة وغياب شكيب الدرويش البارح. هل غياب من المواجهة ولا غاب كومبليتمون؟ لا غاب خاطر قالوا لي هو ما عندوش رخصة، فمش كون رخصة باش هو يحضر كمحامي وكل شيء. دونك جابوا أحلام كمرجي في بلاستو وقالوا خاطر ما عندش أنت مأسيس. فاقوا اليوم اللي هو ما عندوش رخصة اللي هي بعد أربعة ولا خمسة شهور. مأسيس جابوه خاطر ما كانش مع الرياح. راجل تونسي رومانسي برشا، عمل فيش كبيرة وعلقها في لاك دو، ومعناها اختار باش يطلب صاحبته للعرس بطريقه معناها حلوه برشا، بعيده على الطرق التقليديه اللي استانسنا بها، طريقه نراها في الافلام الرومانسيه. والناس الكونيكتي الكل استحسنت الفكره هذه. سنتان تان دن اللي زاحت المحليه هذه. وانا بيجي نحييه الشاب هذيا، نقول له يحيى الحب، محلي الحب سراجي، محليكي واحد يعمل افكار جديده ويخرج من الطرق التقليديه. شفتوها لافيش؟ انت شفتوا؟ انت شفتوا البانو؟ حلوه برشا البانو. قال فيه باش نقول لك شنو قال فيه. فيه كيما ديز إلوستراسيون سيراجي، كي زوز معناتها مرا وراجل بحذا بعضهم. دونك قالها veux-tu partager 18250 كافي au lit؟ veux-tu élever notre chat pour les 50 années à venir؟ حلو برشا. وبعد قالها veux-tu partager 18250 شوسيت؟ بون ذي أقل رومانسية شوية. قالها تحب تقسم معايا 18250 كالسيتا. وبعد في الاخر في قلب احمر كبير من لوطا فما تبعني وبتونس بيك ميبوزي. اي ومن لوطا اشتاق تبعني وبتونس بيك. حلو برشا، سي تري رومانتيك. مي فوتيل افوار لي مويان؟ هذاك علاش هو في لاك دو. شتي كلاس سورتو؟ لا باش تعمل بانو كيما هكاك. تصور بعد اللي صار في الكل تقولوا لي لا ما نتصورش. انا نمشي نحكي معها، انا نطوع نحكي معها. هذاك علاش قلت عبير فوتو ميبوزي؟ انا نقول له اي معناتها. هذه الحاجات البية. اما توا باش عشنا وشفنا انه جروب يعمل الكيف في ثلاثة اولاد ومعاهم نوارة تهبل، جريمتهم الوحيدة اللي هما مغرومين بالفن والغرام ولا جريمة في تونس. الثورة جريمة خاطر اربع شابين مثقفين، الجروب اسمه الفن سلاح، مشاو صحوا على معناها التزام في مركز الشرطة خاطر غنوا، خاطر لعبوا الموسيقى في الشارع. اي غنيو في الشارع، هما ما عندهمش الحق دونك يغنيو في الشارع. ونحب نسال سراجي، هل اصبح الفن جريمه اليوم في تونس؟ دفع الله ما كان اعظم. هكا كانوا نجم نقول دفع الله ما كان. تحب تعليق؟
هل الفن أصبح جريمة؟ بلاغ إلى كافة قوات الأمن الوطني، الفن ليس إرهاب. بلاغ إلى قوات الأمن الوطني، احترموا الشباب العازف، راهو الجيتارة ما هيش كلاشنيكوف، راهي حاجة أخرى اسمها روح، اسمها جمال. هكا قررنا اليوم، الله جميل يحب الجمال. بربي الفنانين نادي تفضل. أنا نجم يلزمك تعتذر، فديك يلزمك تعتذر. ما نجلي فتحك ما برشا نجلي اعتذرت سي. معناتها الحاجة اللي نحب نقولها اللي يحلوا التلفزة، معناتها يشوفوا الخارج حتى كان ما سافروش، معناتها ينجم يشوفوا في الخارج. راهو الفنانين اللي يغنيوا برا نعملوا لكم ميكرو داير سير ولا فكرة. مي جو لي جو في مفانجي معناتها سي تري سامبل، اي كون جو مفانج سي سانغينولون. الترجمة حتنزل امتى؟ سي اوغيب، ما نتمناهاش. الترجمة حتنزل امتى؟ دونك لي زارتيست اللي يغنيوا في الشارع واللي يغنيوا في لي ستاسيون مترو واللي تبدا متعدي معناتها حتى قدام الحوانت ساعات في امريكا في بيفرلي هيلز، معناتها من اغنى لي كارتيي اللي موجودين في امريكا، تلقى دي شانتور قاعدين في الشارع، قاعدين في القاع وحاطين قدامهم شابو، فهمت؟ وانت تتعدى تطيشلو مكتب في كندا زيدا باختو باختو كندا في الأفريق دو سود اللي انت مشيت لها وزرتها اللي انت زرتها زنجا زنجا في كندا ريتا ما في أفريق دو سود. كابا فام الكلمة ليك.